السلام عليكم. اليوم وصفتنا عبارة عن ميني بيتزا بزاف خفيفة كما راكو تشوفوا، بطريقة بسيطة ما تتعبش. راني عارفة الصيام متعب، بطريقة بسيطة جدا. تابعوا معايا طريقة تحضيرها. إذا بالنسبة للمقادير، نحتاج، أنا هنا في هذه الكمية خرجت لي 10 حبات. في هذه الكمية خرجت 10 حبات. عندي 500 غرام فارينة، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة كبيرة سكر، ومغرفة كبيرة تاع الحظى، وعندي كاس مخلط بين الحليب والماء، نص وماء نص حليب. إذا نحط الفارينة باش ما تخسرناش الخميره تاعنا، نحطوها غير مع السكر، ونديروا حفره ونحطوا غير السكر معاها ونخلطوهم. الحليب بطبيعه الحال يكون دافي، والحليب نحطوه وحده. اذا هنا نديروا حفره، نخلطوا الخميره مع الفارينه باش يتفاعلوا مع السكر، ونفرغوا لداخل شوية حليب دافي ونخلوهم يتفاعلوا لبعض الوقت. بالك وديروا الملح برك باسكو يقتل الخميرة الكيميائية. نخلوهم غير شوية يتفاعلوا برك. اذا درت الملح هنا، حليته مع شوية حليب. دوكا نخلطوا جميع المقادير. الحليب ما كوش مقيدين بالكمية، ديرو حتى تتلم لكم العجينة. هنا العجينة نخلوها شويه تلاصق، ما نديروهاش متماسكه بزاف، نخبطوها شويه باش ندخلوا لها شويه هواء. وهنا نزيدو في الاخر 2 مغارف زيت. احنا دائما نديرو الزيت في الاخر باسكو الزيت من المواد اللي تقتل الخميره الكيميائيه. دوك من المستحسن نديروها في الاخر، ندخلوها بالعقل شو نعبزو هكذا حتى تدخل في العجينه. بهذه الطريقه خلطوا عجنوا بالعقل حتى تدخل. هاد العجينة تخرج خفيفة بزاف بزاف، نعتمدها في وصفاتي في البيتزا. ما تخرجش يابسة، تخرج هشة وبنينة. بالنسبة للحشو في هذه الوصفة، ما راح تطيبو ني صوص طوماط ني والو، ماكش راح نتعير بزاف. راح نديرها صوص بلانش بلا كريم فخيش. انا هاد لا كريم فخيش تعجبني بزاف وخفيفة، ما تضرش في الكولون اللي عندهم مشاكل العظم. عندي شي دار يتباع بالميزان، هذا برومي شوا. عندي زيتون طون بطوماط وطون الويل، عندي طرشي مقطع قطع صغيرة، عندي فيوند هاشي زدت لها غير الملح. انا في البيتزا نديرها هكذا كحط طيب مع البيتزا. عندي شامبينيون زيتون فرماج ابيض زيتون مقطع. اذا هنا العجينه تاعي ما وريت لكمش بعد ما خمرت هبطتها وما صورت. اذا شوفوا تجي تلاصق هكذا، مي غير تبداو تخدموا بها راح تحكم روحها. شوفوا درت لها غير شويه فرينه حكمت روحها، شوفي شحال طريه.
إذا هذه الكمية أعتذر تخرج لكم أكثر من 10، تخرج لكم حتى 15 حبة، بس أنا ما كملتش العجينة، خدمت غير 10 وحبست. والعجينة الأخرى درتها خبزة كبيرة. إذا نحل العجينة رقيقة، شوفوا تيل ما مليح، شوفوا العبول كيفاش خرجت، أي ما عمرها بلي بول هادوك. إذا نحلوها رقيقة، ما تخلوهاش خشينة باش ما تجيكمش كيما المطلوع، تقولي تحسبوها مطلوع. إذا نرقوا العجينة لو ماكسيموم. عندي هاد لومبورت بياس قطعت به شوية كبير، ما تشوفوش هكاك راه كبير بزاف، مي العجينة تنحوها الخبزة هذيك هي الخبيزة تاع البيتزا، هذيك هي لا طاي تاعها. هنا جبت سنيوة فرشت فيها بابي كويسان، حليت العجينة تاعي مليح، عاودت هبطها بس كي تعاود تتكمش العجينة نحلها. شوفوا كيفاش درت، طلعت الأطراف طلعتهم، شوفوا غير عبزوها هكذا برك تطلع، ما مش حاجة كبيرة، شوفوا وهبطوها في الوسط بهذه الطريقة باش كي تفرغوا لا كريم فريش تاعكم ما تيحلكمش في الطرف. هكذا نفرغ ونمشيها بمغرفة صغيرة. أنا كملت هنا الكمية، دوكا واش ندير، نجي رابي فوقها شوية شيدار. صدقوني هاد الطريقة هادي راح تخرج البيتزا بها هايلة، كي ديرو الفخوماج فوق لا كريم فخيش ومع بعد ديرو لي زانغريديان الاخرين، كيما هنا درت بالاخرى بلا فياند هاشي، درت دي بول هكا صغار وحطيتهم، حطيت زيتون شامبينيون والفرماج الابيض، ونعاود ندير ودرت الزيتونة ونعاود ندير الفخوماج شيدار رابي. زيتونة تحبوا ديروها من الفوق ديروها. اذا نكمل بنفس الطريقة، هنا برك راح نديرها بالطون، جبت شوية طون الويل صفيته من الزيت تاعو ودرته فوق الشيدار. ندير الزيتون نفس المقادير، زيتون طرشي وشامبينيون الزيتون، ونربي فوق شيدار. هنا نكمل الكمية اللي عندي، ها راني كملتهم. دوك واش ندير، الفور راني سخنتو من قبل، نديرهم يطيبو. ودوك ندير لكم نوع اخر بالطوماط، نجيب الطون تاعي، درت هنا الكمية تخرج لي 4 خبزات، 4 ميني بيتزا. وزعت داك الطون مليح، في عاد ما ديرو صوص طوماط تكونوا مزروبين، ولا قلت لكم غير بهاد الاشياء تقدروا ديروهم. اذا هنا بعد ما طيبت البيتزا الاولى بلا صوص بلانش، شوفوا طووها نورمال، تجي طرية تجي هشة تجي شابة تجي بزاف بنينة، شوفوا الشكل تاعها شهي، جربوهم وما رايحينش تندموا، يجوا بزاف بنان. هنا تاع اللي درتهم بالطوماط، شوفوا شي دار كتاب من الفوق. اذا عزيزاتي ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، وصحة فطوركم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. نتمنى تجربوهم و...
قولوا لي كيفاش خرجوا لكم، شوفوا شحال طريه البيتزا تاعي. اذا ما تنساوش الاشتراك في القناه، والى اللقاء.